يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسمي بجاه الرسول وحسب الرسول؟ ما يجوز هذا. حسب الرسول، الله هو الحسب سبحانه، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. الحسب خاص بالله، ما يقال حسب الرسول. وجاه الرسول هذا أيضا ما يسمى به. هل هذا الشخص هو جاه الرسول؟ نعم.